restif domaine de la restauration, les salons de thé. Petit, un petit projet Cool Club, c'est un petit restaurant pizzeria. Au temps, en 2020, ça n'a saïd déjà donné l'ancienne cave à linge, les restaurants, salons de thé. J'ai le fait qu'elle a peut-être à faire le mourouge, peut-être à l'aise. Quand tu fais le mourouge, non, le mourouge, mais le cas, je suis nickel. Pas le hack, man. Mais le cas, hâte plat consistant, mais tu as le plat, ou la pizza, ou la hache. Mais le cas, je suis nickel, mais le cas, l'aïla, ou il te rôde. Donc, le projet, le lien est كيفاش نوفر كوان صغيرة للعائلات وين تقعد كي لقيت العباد بالحق معناتها حاجتهم ببلايص وين يقعدوا حاجتهم دي موان دو لوازير احنا اليوم كي يجي شركة انستالي في المروج باش تضيف دي زيترونجي ما تلقاش وين تقعد دونك سي بور سلا فكرنا في كافا لونج لانفستيسمون بدا انا ومعناتها والمدام وشريكي معايا بلال احنا بالنسبة لنا في كافا لونج البيوت نتاعنا هي لمة العائلة ولمة الصحاب دونك بديت على الاول العباد تعرفها تقول هذه قهوه تجيب تعمل قهوه تجيب تعمل شيشه تجيب تعمل معناتها فهموا اللي هي سالون دو تي ما فهموش كونسيبت اون جينيرال ميم با شهر كي صارت كورونا سكرنا ثلاثة شهور لازمنا نستوعبوا الدرس اه بون توا باش تعاود تسكر الكريز هذه باش تعاود تصير شنو لازم نخدموا خدمنا اكثر على لمه العائله ولمه الصحاب والضيافه واللومبيونس واللي فامي يتقابلوا مع بعضهم على خاطر مع التطور ديالنا الناس كل صغار دي بورتمان اتسترا ما نجموش نضيفوا بعضنا كيما قبل في الديار نتلمدوا اتسترا دونك لازم نوفروا لهم فضاء انهم كيفاش يتلمدوا بدينا خدمنا على كونسيبت بيتزا متر ساندويتش متر باكيت فرسي متر كيفاش يتلمدوا اربع خمسه من الناس حتى سته من الناس باش ياكلوا مع بعضهم نفس البلا كيما قصعه الكسكسي اللي متعودين بها قبل اتسترا دونك باش ناكلوا ماكله بنينه جديده فيها توندونس ونعملوا دي ريشيرش اكثر في الابتداج بور لي جروب اتسيتيرا وبدينا نخدموا عليها تشالنج هي الفكره جات بين زوز اصحاب عاديين معناتها قالوا باش نعملوا تشالنج شكون يكملها قبل تحداو بعضهم قلنا بون علاش ما نعملوهاش هذه ونعملوا فينال بين لي سان غانيون اتسيتيرا كملنا في الفكره في البرانسيب هذايا على فكره معناتها نحب نحكي مثلا على غيداء الطفله اللي اكتشفناها في التشالنج جات في المسابقه الثانيه هي وانا مي معها قال لها باش نرفعها قالت له لا ما تنجمش تلعبني اتسيتيرا اول مره عملت 16 دقيقه اللي هو معناتها في باكيت فرسي متر اللي هو رقم عادي جدا اي واحد وكال ينجم يكمله في الوقت هذا واكتشفت بعد اللي هي ولات خالطه على ما نعملش وقتها مخير عملت 9 دقائق بعد وهي ما تعرفش الموهبه هذه عندها قبل طفله صغيره عمرها 18 سنه تلعب سبور في النهار اربع خمسه سوايع سبور تقرا باك السنه العباد يقولوا تاكل تبارك الله هي اكتشفت الحكايه هذه جست معناتها اللي فهمنا اللي هو عناد اللي هو اصرار اللي هو تحدي اللي هي كي تحب تعمل حاجه تنجم تعملها تشالنج فود موجود في العالم في برشا دول في العالم حتى كي تدخل على جوجل تلقى تشالنج فود تلقى مثلا في امريكا معروفه برشا بالهمبرجر في اليابان ولا في الصين معروفه بالسوشي كيفاش يبداو ياكلوا اتسيتيرا معروفه باللي باغيت في فرنسا معروفه في ايطاليا باللي بيتزا اتسيتيرا دونك احنا بدات الحاجه ما يعرفوهاش برشا التوانسه ولا ما انتبهولهاش اللي الباغيت فارسي سي ان برودوي بيورمون تونيزيان الباغيت فارسي موجوده كان في تونس كي تمشي للعالم ما تلقاش الباغيت فارسي كيما نعملوها في تونس يعملوا الباغيت فارسي حاجه اخرى لكن البرودوي كيفاش يصير موجود كان في تونس كيف فكرنا كيما خرجنا المقرونه وخرجنا اللبلابي وخرجنا الكسكسي وخرجنا الكافتاجي والسانتونسي والفريكاسي والبامبلوني اتسيتيرا علاش الباغيت فارسي هذه ما خرجوهاش بدينا مع باكيت فرسي وحبينا نصعبوا اكثر خاطر الناس الكل تعمل باكيت فرسي قلنا باكيت فرسي متر نخدموا فيها كان في المحل نتاعنا دونك الفكره نتاعنا احنا قلنا باش نعملوا لي تشالنج فيها الفكره بدات تو انه بدينا في التشالنج الاول تعدينا الفازوم نتاع تشالنج ري ناسيونال عندنا الفكره انه باش نكونوا تشالنج انترناسيونال باش ناخذوا الابطال نتاع الدول هذه في العالم اللي فاز اللي ربحوا في الهامبرجر وفي السوشي واللي ربحوا معناتها في الماكلات نتاعهم في الدول نتاعهم باش ياخذوا خمسه سته ونعملوا بطوله عالميه للباكيت فرسي باش تكون في تونس بيان سور في كافا لونج باش تكون دونك احنا عندنا سيرفور من اكثر الطريق السيرفور قال باش نحب نلعب انا وصاحبي معناتها باش يدخل في اللعب قلنا له فاسي جا صاحبه عمل تروا كار نتاع الباكيت فرسي وفي الانكار ما نشوفش كم ما تخليش قص على الجو وقتها غيداء قاعده تتفرج عليه قلت له فاسي شد بلاصته كملت هي التروا كار نتاعها
نتاعو كملته من الاخر قعد بان ما عادش نجم ياكل حتى طرف ترمومات فيها. طرايف زاده اللي معناتها العباد اللي تحكي برواحه اللي تبدا بصحتها اللي تبدا وكاله وما يلعبني حد ويجي يتكلم الشيخ بالكلام في الفيسبوك، وانا لو كان تعيطوا لي وما تحبوش تناديوا لي وكذا تفضل يجي العب. بعد يجي يقول لا انتم ما تعملوش بنا اكثر، انتم لا تحايلوا تعملوا هكا اكثر ما هي تعملوا لا اخف، فما حاجه قولوا لهم تفضلوا تحبوا تبدلوا بدلوا تحبوا تعملوا. ما فما حتى واحد برسك يصدق في لي فيديو. كي تعديت غيداء مع نوف الورتاني في التاسعة قال لي نوف الاول ما حكاو عليا، قلت له ما نصدقش يعملوا لي لايف. قال لي انا نتفرج في اللايف ونشك اللي فما خداع، واحنا نعملوا اكسبيريمنت نحطونا على الطاولة نغطيو الطاولة نحط معناتها حتى كي نصوروا في اللايف نبداو نصوروا اكوتي معناتها بجنبهم وراهم قدامهم نبينوا اللي بالحق معناتها اللعبة 100%. دعوة مع الصورة الكل نقول لهم ارخفوا شوية على الريستورون لي سالون دو تي، عباد راهي تعاني، عباد مرهونة شيكات، عباد اليوم بالحق معناتها قاعدة تبيع في اللي وراها واللي قدامها. راهو كي نخدموا الأربعة ولا حتى السبعة متاع العشية تو كي يقولوا نخدموا السبعة متاع العشية، يعني خدمتنا كانت من السبعة متاع العشية ل 11 متاع الليل. كي تسكر لي الأربع سوايع هذوما شنو باش نخدموا؟ نعرفوا دولة فلسة ما تعوضناش، أما تسيب العباد تخدم شوية شوية سوبليس كون.